انا مشيت قيت في القائلة في بلدية العمران، استنيت 3 دقائق ونص وعطوني كعبة حلوة. أول مرة ما حبيش نروح من البلدية، معليش مشيت قيدت. مشيت قيدت خاطر لازمنا نقيدوا باش نجمو ننتخبوا نهار 23 أكتوبر المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي هي مطلب من مطالب الثورة، حبينا عملنا ثورة باش نجمو ننتخبوا المجلس التأسيسي هذا، نكتبوا دستور جديد ونولي عنا دولة جديدة، وهي أهم حاجة صارت في تونس باش تصير في تونس depuis plus d'un demi-siècle. Donc c'est très important d'aller voter pour le majeste assisi. نستنى من الانتخابات اللي التوانسه يوليو يعرفوا بعضهم، يعرفوا شنو ما ارائهم، شنو يحبوا، شنو هي السياسه اللي يحبوا يتبعوها، شنو هي البلاد اللي يحبوا يبنيوها. احنا عملنا الثوره باش نجموا ننتخبوا، ما نجموش ننتخبوا رئيس من الاول خاطر الدستور نتاعنا ما عادش صالح، والشعب طلب انه يصير مجلس تاسيسي. كان تونس ما يمشيوش يقيدوا ومن بعد ما يمشيوش ينتخبوا كنا خسرنا كل شيء، والا ما عملنا شيء. خاطر تقعد ديما الاقليه هي تتكلم باسم الشعب الكل. لازم الفئات الاجتماعيه الكل، الغني الفقير اللي عنده اكثر من 18 سنه ان توكا ومازال حي يمشي ينتخب يمشي يقيد ساعه. انا نستنى في نهار 24 اكتوبر اللي هو نهار عيد ميلادي، خاطر اول مره باش يكون عندنا بالمجلس التاسيسي هذايا وافيك لو غوفرنمون ترانزيتوار اللي هو كيلفا كريي، اول مره باش يكون عندنا ان غوفرنمون يشبه لنا، اختاروه التوانسه. امشي قيد كاو امشي.